السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 28 والذي هو بعنوان لقاء مع الملك سبحانه وتعالى. أعظم لقاء وأروع لقاء وأجمل لقاء هو اللقاء الذي ننتظره بجد على أحر من الجمر، وهو لقاء الملك سبحانه وتعالى الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. نحتاج نشوف المنعم، نحتاج نشوف الغفور الرحيم اللي غفر لنا ذنوبنا واللي ستر عيوبنا، نحتاج نشوف الرحمن اللي هيرحمنا في الدنيا وفي الآخرة سبحانه وتعالى وجل جلاله. وتخيلوا هذا اللقاء حينما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول لكل واحد فينا: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. بلى يا ربي، فأقول: قد غفرت، قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا اليوم أغفرها لك. خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. ده أول لقاء مع الملك سبحانه وتعالى. ويتجدد اللقاء لما نخش الجنة حينما ندعى إلى يوم المزيد، وهو يوم الجمعة، فتدعون الملائكة للقاء الملك سبحانه وتعالى. منا من يجلس على منابر من النور، ومنا من يجلس على كراسي من ذهب، ومنا من يجلس على كثبان المسك، وما يرى أحد أنه أفضل من أحد بفضل سبحانه وتعالى. فيتجلى لنا ربنا سبحانه وتعالى، فننظر إلى وجهه الكريم. الله أكبر. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. هيتجدد اللقاء لما المولى عز وجل يطلع علينا في الجنة ويقول: يا عبادي، هل رضيتم؟ فنقول: وما لنا لا نرضى، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فنقول: أي شيء أفضل من ذلك يا رب؟ فيقول: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله أكبر. ما أجملهم اللقاء، وما أحلاها من ساعات عظيمة بفضل الله حينما نلتقي بالواحد الديان سبحانه وتعالى، الذي أكرمنا في الدنيا وسيكرمنا في الآخرة إن شاء الله بتوكلنا على الله وحسن ظننا بالله وعبادتنا لله سبحانه وتعالى. ونعلم جميعا أننا لن ندخل الجنة أصلا إلا برحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي. يا رب اجمعنا بين يديك وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.